Coronavirus. Hallo, alle Fikon, weltweit Coronavirus. Almania. Almania أعلنت إنه تسكر المحلات من عدا السوبر ماركت والأبوتيكة وال يعني السوبر ماركتات والصيدليات. من عدا ذلك أعلنت كمان إنه المطاعم لازم يفتحوا من الساعة 6 للساعة 18، وغير هيك لازم يتسكر، وممنوع ولا زائر يدخل على ألمانيا، وممنوع ينقطع أوتيلات بألمانيا، والمكان العبادة كمان رح يتسكر، مثلا مثل الكنائس مثل الجوامع، هذول المباني كلها رح تتسكر. وما بننسى كمان الشبيل بلاتسا والشبورت علاقة، يعني مكان الحدائق ومكان يعني هذول رح يتسكروا، مكان الحدائق ومكان الزوار مثلا فينا نسميه، ومكان العالم فيها تعمل شبورت، هذول كمان رح يتسكروا. ومن عدا ذلك مثل ما قلنا ألمانيا سكرت الكغنسة تبعيتها لحدود، ولكن سمحت للترانسبوت انه يمرق، مثلا شاحنات النقل او مثل ما قلنا الاشخاص اللي عندنا عمل. وهذا الشيء مثل ما شرحنا لكم رح ينطبع ورقة وتلتزق على البلور، ولكن لسه ما صارت للاشخاص اللي عندنا عمل. واللوفتفكي بعده كمان شغال، ولحد الآن ما عطوا قرار بتوقيفه، والأغلبية عم بيقولوا نحن بحاجة اللوفتفكي. والبلامنت ممكن أوروبا ما تقدر تجتمع بالبلامنت، ولهيك عم يشوفوا شو بيقدروا يعملوا بسبب كورونا. الاي او كومتسيون اعلنوا انه ممنوع لمدة 30 يوم يدخل ولا زائر على اوروبا، وممنوع يطلع من اوروبا ولا زائر لمدة 30 يوم. اوصنا من عدا الاشخاص اللي رايحين يزوروا اهاليين، من عدا الاطباء او من عدا العالم اللي بتشتغل بالطب، ومن عدا مثل ما قلنا لكم الكافي يعني الترانسبورت ابايت او الشوفير السيارة، يعني الشوفير الكافي يعني شوفير الشحن.